ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل حاجه كويسه؟ يا رب تكون كل حاجه كويسه والحمد لله. طبعا احنا صحينا الصبح لقينا وسائل التواصل الاجتماعي لازم على طول تروح عامله لنا هوسه في ادمغتنا، ونلاقي انه في قرار مفترض انه منشور في الجريده الرسميه، طبعا عارفين الجريده الرسميه اللي هي الوقائع المصريه، وبعدين صفحه كده اهو، وده بالمناسبه هنبقى اقول لكم نعمل ايه في الحاجات اللي زي كده. صفحه كده بي دي اف محطوطه على مواقع التواصل فيسبوك وغيرها، ويقول لك الجريدة الرسمية مش عارف القرار رقم كذا في العدد الصادر رقم كذا بتاريخ 5 يوليو 2023، بأنه خد بالك بقى، بأنه وزارة المالية ومصلحة الضرائب عملوا حظر لاستيراد 23 سلعة. طيب ايه الخطورة في شائعة او في خبر زي ده؟ هتيجي تقول لي ده خبر، هقول لك لا شائعه. طب اقول لك الخطوره في انه هتلاقي ان السلع مثلا اللي موجوده منها العربيات، منها الاجهزه الكهربائيه، منها الشاي، منها القهوه، منها حاجات كتير كده. طيب لما انا اقول ان في قرار حظر باستيراد هذه السلع، ده معناها ان السلع دي فورا داخليا هتتخزن واسعارها تضرب السماء. يبقى مين اللي بيستفيد؟ اللي يستفيد حد عاوز الناس تتشحن غضبا، وحد تاني عاوز يستفيد من مثل هذه الشائعات. أول حاجة في الدنيا تعملها إيه؟ لما أنا ألاقي حاجة زي كده أنا عملت الآتي، وده بالمناسبة مش لأن أنا شقي وعفريت وجايب الديب من ديله، عشان دي شغلتي. الصحافة أصلها إنك تتحقق من معلومة أو خبر، نحقق الخبر. طب هنفترض إن ده خبر، مش هقول لك شائع، هفترض اروح اعمل ايه؟ شايف كده اقول اه بيقولوا العدد الصادر رقم كذا، القرار رقم كذا مكرر، الصحيفه الرسميه بتاريخ كذا، تروح حضرتك فاتح الويب سايت بتاع الوقائع المصريه، تخش تشوف هو في حاجه منشوره كده؟ الاجابه القاطعه لا مفيش. دي اجابه قاطعه، وانا بتكلم كده بعد اذنك ادخل على الويب سايت اكتب كده الوقائع الرسميه، هيروح فاتح لك الويب سايت اول حاجه على جوجل، اول حاجه خش وبص مش هتلاقي هذا القرار. ادي واحد. اتنين، حظر استيراد سلع مش بتاع وزاره الماليه ولا مصلحه الجمارك، حظر استيراد سلع ده بتاع وزاره الصناعه والتجاره. يبقى في واحد قرر انه يطلق هذه الشائعه وبنيه شديده السوء. طب هو ليه؟ لانه بيحط اي حاجه والسلام. الوقائع الرسميه العدد صادر رقم كذا، مفيش عدد بالرقم ده في هذا التاريخ، يعني عدد الوقائع الرسميه اللي صادر يوم 5 يوليو هو 145 مش 115 زي البوست اللي معمول. انا بجيب لك بالارقام، البوست اللي محطوط بالورقه اللي محطوطه دي مكتوب عليها العدد رقم 115، طب 5 يوليو العدد 145، ده كده بس صباح الفل. اتنين، مين الجهة اللي تقولنا نستورد ولا ما نستوردش؟ الصناعة والتجارة مش المالية ومصلحة الجمارك. فهمتني هنا بقى؟ طيب نيجي بعد شوية نقول طب ما تيجي نرجع الموضوع لأصله، هم بيقولوا ان المصلحة اللي قالت كده، يبقى بنعمل ايه؟ نرجع على طول مثلا لرئيس المصلحة، ده لو انت خدت قرار مع نفسك ان انت مش عاوز تبص على انه هذا القرار بتاع وزارة الصناعة مع انه هو بتاع وزاره الصناعه، يبقى ساعتها بتسال المصلحه فيقول لك المصلحه. لا، اول حاجه هتلاقي المصلحه هتيجي تقول لك ايه، والمناسبه الدكتور الشحات الغتوري رئيس المصلحه هيبقى موجود معانا على التليفون يعني خلال دقائق معدوده، وهنسمع منه هو تحديدا، ودي حاجه مهمه ان حضرتك تسمع من المسؤول المنسوب اليه هذا القرار. طيب ومن ناحيه تانية هتيجي تقول لي يعني مفيش قرارات صادره من وزاره الصناعه والتجاره في عدد اليوم من الجريده الرسميه؟ اقول لك فيه بهذا الموضوع لا، ده في موضوع تاني خالص متعلق بالصناعات الهندسيه وجوده وكفاءه ومعايير الجوده والكفاءه بتاعه المنتجات الصادره عن او المنتجه عن طريق صناعات الهندسيه او العاملين بالصناعات الهندسيه وما الى ذلك. يبقى واحد، أغلب الناس لم تتحقق من هذه الشائعة أو هذا الخبر، محدش كلف خاطره أنه يبص على الوقائع الرسمية الويب سايت الرسمي علشان يشوف إذا كان هذا القرار نزل ولا لا، بصرف النظر نزل عن أني وزارة في الوجود، أي وزارة في الوجود. طيب ثلاثة،
محدش فينا دقق في الأرقام والتواريخ، رقم العدد الصادر الموافق لتاريخ 5 يوليو 2023. دي حاجات بسيطة جدا ما بتاخدش مننا وقت، يعني فعلا مش هزار، هو أقل من 60 ثانية هتلاقي نفسك اتفتحت قدامك الوقائع الرسمية، تقدر تحقق الخبر وتشوف إذا كانت موجودة ولا لأ هذه الأخبار أو هذا القرار أو هذا القانون أو هذا النص إلى آخره. وبعدين بتروح باصص على التاريخ من فوق، هو الوقائع بتاعت النهاردة عددها رقم كام؟ السؤال اللي بعده، إحنا بنشير على أساس الإيه؟ يعني ليه إحنا بنشير على هذا الأساس؟ دي يا جماعة بدل المرة، المرة المليون اللي بنتكلم فيها في هذا الموضوع، لأنه بيبقى فيه شيء بالنسبة لي صعب عليا فهمه، بس يلاقي حاجة زي كده وتلاقيه يروح عامل إيه؟ شير. ليه؟ فهمي بيقول، تصوري البسيط المتواضع بيقول ان انت طول الوقت عاوز تجري تاخد السابق، علشان لما هتقعد بعد كده مع اصحابك في النادي ولا على القهوة ولا في اي حتة في الشغل الصبح ولا بعد الظهر تقول لهم على فكرة انا كنت عارف القرار من بدري، بدل انا اول واحد بعته لكم. فانت عاوز تقول الكلمتين دول يعني في قعدة القهوة بتاعت الشغل الصبح كده وانتوا بتشربوا قهوة وتفطروا سندوتشات وبتاع ونضيع وقتنا، او انت عايز تقول ان انت العالم ببواطن الامور؟ ده بياخدني على نقطة تانية. انا لو افترضت جدلا، وده بالمناسبة القرار ده لا اساس له من الصحة، كل المنشور ده كاذب بالكلية، لو افترضت جدلا انه ده حقيقي، يعني هو ايه القصة الجديدة بتاعت ان الناس فرحانة في البؤس؟ يعني ده لو افترضت ان القرار ده حقيقي، هو قرار كارثي. طب انت بتبقى فرحان ليه؟ قلت لي واحد معلق كده مش قلت لكم شايف الاقتصاد بقى عامل، شايف القرارات بقت ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ده مفترض ان انت تعمل العكس، انك انت لا يا جماعه استحاله، ما ينفعش يبقى في قرار زي ده، لا انا كده لا على بلدنا، ده انا كده مش عارف اخاف من كذا يعني، وتقعد تفكر في يا ترى هل ترى انت هتتعامل ازاي مع حاجه زي من هذا النوع. لكن اللي بيحصل هو العكس، لو سلعه سعرها زاد الاقي الناس عماله تقول ادي يا سيدي اللي بيحصل. ايه ادي يا سيدي اللي بيحصل؟ ما يا سيدي مين هو؟ انت قاعد في هولندا؟ انت قاعد في مصر؟ انت متضرر من شيء ما. فهرجعك تاني، 1 القرار لا اساس له من الصحه، 2 المنشور اللي موجود كذب بالكليه وحاطط رقم للعدد غلط اصلا، 3 لا وزارة المالية ولا مصلحة الجمارك ليها أي علاقة بقرارات متعلقة بحظر استيراد أي سلعة في الدنيا، 4 بالمناسبة رئيس المصلحة في بعض المواقع كان ليه بعض التصريحات اللي بيشرح فيها إنه ده ما حصلش ولا أساس له من الصحة، وهو بيقول وإحنا مش جهة اختصاص أصلا عشان نطلع قرار زي كده. سؤال أخير مصحوب، مش هقولك بعلامة الاستفهام، بعلامات التعجب، ازاي تمشي ورا واحد دهول؟ طيب تعال، بما ان احنا بنتكلم على قرارات واجراءات من الحكومه ومن الدوله، نروح لحاجه حلوه بقى بجد، حلو حلو يعني، واحده واحده كده فتح ودانك معايا. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد ايه؟ طب قبل ما اخد الخبر بتاع الدكتور مصطفى مدبولي وايه اللي حصل النهارده والعقود اللي توقعت والمذكرات، احنا معانا على التليفون الدكتور الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلام. اخبار قرارات حظر الاستيراد ايه يا دكتور؟ والله يعني احنا النهارده فوجئنا بقرار مزيف ومزور منشور على موقع التواصل ومنسوب ليا، منسوب لرئيس مصلحه الجمارك. ايوه. وهذا القرار طبعا يعني يخالف الواقع تماما وعارض تماما من الصحه. القرار اصلا حتى ظهر يعني شكله الظاهري مش مظبوط. مفيش منشور تعليمات بينشر في جريده رسميه. ولا في اطلاعات ولا حاجه. اضف الى ذلك ان مصلحه الجمارك ورئيسها وحتى وزاره الماليه ليس من اختصاصها حظر استيراد او حظر تصدير، ده اختصاص اصيل لوزاره التجاره والصناعه. وانا تواصلت مع وزاره التجاره والصناعه، افادوني برضو بعدم صحه
المعلومة هذه المعلومات تماما، واصدروا بيان، واحنا على الفور اصدرنا بيان فعلا ونشرناه على كل المواقع بعدم صحه هذا الخبر، وان القرار او المنشور ده مزيف ومزور، والغرض منه اثاره الاشاعه، اثاره يعني اصدار اشاعات بغرض البلبله واثاره لغط وتاثير سلبي على الاداء في داخل البلد يعني. حلو جدا. طب انا اولا يعني اشكر حضرتك واشكركم جميعا بما فيكم حضراتكم وزاره الصناعه والتجاره كمان، انه كان رد الفعل سريع جدا، يعني ما كانش رد فعل لا بطيء ولا متباطئ ولا متاخر، بسرعه اول ما تم نشر هذا المنشور على صفحات التواصل كان عندكم رد سريع وواضح وواقعي. هنا ده هيخليني هسال، نوع زي القرارات او اسف زي هذه المنشورات الكاذبه انه حظر استيراد سيارات واجهزه كهربائيه، بيبقى وقعه السلبي عامل ازاي على السوق وعلى الناس؟ طيب خلينا نقسمها يعني على العاملين في الجمارك، هم فاهمين شكل المنشور يبقى ازاي، والمنشور ما بيتنشرش جريده رسميه، دول العاملين في المصلحه. حلو. انما على الجمهور بقى والمواطنين، طبعا الناس اللي ما عندوش متخصص في هذه المساله هيبقى عنده هلع، والله انت تمنع استيراد 23 سلعه انا ممكن اجري اشتري، صح، عشان مش هلاقيها بعد كده او هتغلى. اه وانا كتاجر تجزئه ممكن اقول لك ما خلاص ده مش هتيجي 3 شهور، خلي اللي عندك ده احجزه، ولو حد سالك قول ما عنديش عشان هتغلى. اه ده داخليا. خارجيا بقى الدول الاخرى ماضيه معانا اتفاقيات مع مصر، احنا بنخلي باتفاقيات كده، صح، او انت بتمنع صادراته ليك يبقى هو يمنع صادرات مصر له. عشان كده كنا حريصين ان يكون رد الفعل سريع جدا، وانا بوجه الشكر لحضرتك وكل القنوات اللي تواصلنا معاها وعملنا مداخلات على مساعدتنا في توضيح الحقائق بصوره واضحه، وباهيب كل الساده الجمهور والمواطنين والعاملين والمتعاملين ان يكون استقاء المعلومات من مصادرها المختصه دون الانسياق وراء اي شائعات على اي مواقع مغرضه لها اغراض غير شريفة. صحيح. أولا أنا بشكرك مرة تانية يا دكتور. اتنين، إحنا نتمنى أنه دايما يبقى ردود الأفعال السريعة جدا من المصلحة ومن سائر مصالح وهيئات ومؤسسات ووزارات الدولة يبقى بنفس الطريقة وعلى نفس الأسلوب وعلى نفس النسق وعلى نفس السرعة. حقيقي ألف شكر على الإيضاح وعلى قبول المكالمة. شكرا جدا الدكتور الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك. عرفنا على طول، تاجر يروح مخزن يقول لك ما عنديش، بعد شويه استاذ يوسف حضرتك حبيبي بص هي مش موجوده بس انا هجيب لك بقى ايه الغساله اللي نفسك فيها، بس خد بالك ده سعرها زايد عن امبارح 4-5 آلاف جنيه، بس اصل انت حبيبي بس انا هعرف اجيب، اصلها مش عندي دي عند مش عارف مين. ادي طريقه. والطريقه الثانيه زي ما قال الدكتور الشحات، ده يؤثر علينا في علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتبادلات التجارية اللي ما بيننا وما بين الدول التانية. انت مش هوقف الاستيراد من عندي، طب انا هوقف الاستيراد من عندك، يلا. وبالتالي فعلا كان موقف سريع واضح ايجابي جدا من الحكومة ممثلة في وزارتين، المالية وطبعا مصلحة الجمارك، ومن ناحية تانية وزارة الصناعة والتجارة اللي برضو ردوا. أظن مفهومة دي. هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف النهاردة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد على توقيع إيه بالظبط، وصفوا المذيع بأنه حلوة وكبيرة ومهمة. فاصل ونكمل الكلام. طيب اهلا بيكم مره تانية. ها قول لنا بقى عم يوسف، ايه اللي حصل النهارده؟ ماذا شهد الدكتور مصطفى مدبولي هذا اليوم؟ اقول لك، دوله رئيس الوزراء الحقيقه شهد النهارده في مقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده توقيع لعقدين، اتمضى عقدين لشراكه لاداره وتشغيل اتنين فندق، عدد اتنين فندق، فندقين جداد، واحد فيه مثلث ماسبيرو وواحد عند سور مجرى العيون. سور مجرى العيون يا يوسف، ايوه، ما انت فوتت يعني مثلث ماسبيرو ليه؟ الاتنين
مين كان يتصور ان يبقى فيه عندنا اوتيل كبير محترم ويبقى فيه شراكه على تشغيل هذا الفندق في منطقه مثلث مسبيرو بتاعت زمان، لكن بتاعت دلوقتي حاجه عظمه على عظمه مما لا شك فيه، وهنحكي في ده. كذا الحال فيما هو متعلق بسور مجرى العيون. بتاع زمان خلص، منطقه سور مجرى العيون بتاعت دلوقتي حاجه تانيه خالص، مالص بالص على رأي الأفلام بتاعت الستينيات، حاجة تانية. يعني أنا عشان بعدي عليها كتير جدا، تقريبا مرتين في الأسبوع لو ما كانش ثلاثة يعني، لا دي حاجة تانية قوي يعني. وأعتقد أنه المكان ده يعني يسيل عليه لعاب الكثيرين من الناس راغبي سكن مختلف، أنك تروح عاوز تسكن في حتة بالطراز المصري المعروف وقتها، وهو طراز تقريبا مملوكي أو نيو مملوك زي ما بيتقال يعني. لا حاجة تانية، ومنطقة حلوة وجميلة وشيك ومساحات خضراء وطراز معماري مختلف وجميل وقديم، والطراز بتاعها عتيق وحاجة يعني تجنن. فيبقى في عندنا فندقين هناك. خلوني بقى أفهم القصة من أولها، من طقطق لسلام عليكم، مع مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 اهلا اهلا بسيادتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ ولا سيادتك ولا حاجه، ده احنا اصحاب، ما تقولش كده. يا رب يخليك يا رب. ازيك يا فندم؟ اخبارك يا باشمهندس عمرو؟ كله تمام الحمد لله. تمام يا فندم الحمد لله. قول لي ايه الحكايه دي. انا عجبني الاول، تستحلي اشكرك على المقدمه، وعجبني تعبير حضرتك نحكي في الموضوع ده. ايوه، لان الموضوع ده حكايه لازم تتحكي. صح. دلوقتي وبعدين ولاولادنا ولاحفادنا. صح. انه منطقتين كانوا في منتصف العاصمه الام، ومنطقتين كانوا من أكثر المناطق عشوائية وحرمان من الخدمات ومقالب قمامة ومخلفات كيميائية، وكان بيتأفف منها ساكنيها والمارين بيها والمتعاملين معاها. صحيح. حضرتك شفت وبتابعنا يعني منطقة سور مجرى العيون كانت وراها المدابغ. طبعا. كانت فيها مخلفات كيماوية بكميات هائلة. صحيح. وكان فيها ناس عايشة فوق الكيماويات دي. وكان ما فيش أي خدمات، وصعب الوصول ليها وصعب حمايتها وصعب خدمتها. طبعا. منطقة مثلث مسبيرو برضو كانت رحنا مليانة سوا. عشوائيات. ده احنا رحنا هناك سوا مع سيادتك وصورنا هناك قد إيه المنطقة اتطورت جدا دلوقتي، لدرجة إنه يعني بنحكي النهاردة قصة نجاح. كانت منطقة مؤثرة بيئيا اجتماعيا اقتصاديا على القاهرة. النهاردة بنحتفل بقصة نجاح، تهافت شركات عالمية على تنفيذ فنادق بماركات عالمية وبمستوى عالمي. لا عيد لي الجملة دي تاني ونابة يا باشمهندس عمرو. تهافت. يعني عايز أقول لسيادتك إن الشركات اللي فازت النهاردة بالتوقيع ده كان في غيرهم. إيه عايزين الموضوع ده، هم اللي عايزينه مش إحنا كمان اللي عرضنا. إحنا بنتكلم على تهافت رجال أعمال، تهافت استثمار مصري وأجنبي، تهافت استثمارات وفرص عمل وفرص استثمار. بعد ما كانت المنطقة عشوائية مليئة بالمخلفات، مليئة بالأذى لأهليها وللمتعاملين معاها، الحكومة بتصر على إنجاح الفكرة، إن هو الأهالي المنطقة اللي طلب تعويض خد تعويض، اللي طلب شقة سكن بديل أخد سكن بديل رائع مفروش على المفتاح، اللي طلب يرجع يعيش في المكان. وحضرتك شفت العمارات سكن البديل في مسبيرو عامله. أيوة. ازاي حصل. اللي طلب يرجع رجع وتسلم شقته، وكان في تجذيب رهيب للوزاره وللحكومه، وسياده الرئيس طلع في اكتر من لقاء قال يا جماعه انا مصر على انجاح هذه الفكره. صحيح. وده كان على لسان دوله رئيس الوزراء النهارده وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، انه اللي حصل النهارده تكليل لنجاح التجربه، ان النهارده بعد ما كانت منطقه عشوائيه بقى فيها سكن محترم يرقى لمستوى القاهرة، أبراج سكنية رائعة، خدمات، مناطق ترفيهية، مولات تجارية، بالإضافة لفندقين من أكبر الماركات العالمية. منطقة مثلث مسبيرو اللي هيبقى فيه هيلتون بإدارة تشغيل هيلتون فندق القاهرة، وده فندق اسمه دبل تري من هيلتون. عارف طبعا دبل تري طبعا. براند عالمي جدا. لسه هو زميلي عمرو زكريا المخرج بيقول لي دبل تري بتاع أمريكا، اصل عمرو برضه رجله رايحه جايه على امريكا كتير. مظبوط. صحيح. والتاني وده هيبقى حوالي 260 غرفه، والتاني 208 غرفه، والتاني 260 غرفه، بالاضافه لانشطه اخرى هيستفيد منها. اولا المنطقه اللي كان فيها سكانها
هيستفيد منها المارين بالمكان واللي هيتوافدوا عليه للخدمات اللي موجوده فيه وللترفيه اللي موجود فيه، بالاضافه للبعد الاجتماعي ده والبعد الاقتصادي وتوفير فرص استثمار وعمل. البعد البصري بقى، حضرتك لما كنت بتعدي الاول جنب سور مجرى العيون بتتأفف من المكان، من العشوائيه اللي فيه، من المخلفات وريحتها اللي طالعه. كنا بنحزن ونقول خساره، اولا خساره البني ادمين تتبهدل البهدله دي، وخساره منطقه زي دي يبقى ده حالها. النهارده اهل المناطق يا استاذ يوسف بييجوا يقولوا لنا تعالوا طوروا مناطقنا زي ما عملتوا في مثلث مدير ومجرى العيون. النهارده ليه المنطقتين دول بالتحديد؟ دول مركز العاصمه وكانوا في منتصف العاصمه، وكانوا دايما يعني في بعد اجتماعي كده دايما في افلام بتطلع سلبيات عن مصر، هي دي مصر بتتكلموا عنها. لا، النهارده بنتكلم على حاجه براقه فاخره تليق بمصر وبالدوله الحديثه. فطبعا حضرتك المنظر دلوقتي مختلف، حضرتك شفت مثلث مسجد عامل ازاي، وتشرفنا برضه في مجرى العيون، حضرتك هناك الاسكان اللي اتعمل راقي جدا ويتناسب مع الاثر الفخم اللي موجود. يلا بينا الاسبوع الجاي ننزل انا وحضرتك على مجرى العيون. حضرتك طبعا يا فندم تشرفنا، وفي اي وقت تشرفونا وفريق عمل القناه. وحضرتك شفت النهارده اللي بنتكلم فيه ان شركات عالميه هي اللي عايزه تيجي تستثمر في منتصف العاصمه وعايزه تيجي تعمل فندق. طبعا عايز اقول لحضرتك انه اتعمل ده عن دراسه، القاهره محتاجه سلسله فنادق ضخمه على مستويات عاليه تناسب التطور اللي بيحصل فيها، وده كان مش متاح الفترات السابقه، كانت الفنادق محدود، عدد الغرف محدود. النهارده بنزود عدد الغرف، بنزود الخدمات، في فندق منهم في قاعات خدمات وجيم وسبا وحمامات سباحه ومطاعم، بالاضافه كمان للي تم اضافته للمنطقه، المنطقه بس اتعمل فيها عمارات، اتعمل فيها مناطق ترفيهيه، اتعمل بجانبها حدائق ومتنزهات، وبالاضافه لده كله البعد الاقتصادي بقى هو تدوير العمل الاقتصادي بقى والسياحي، ان يكون في فنادق عالميه بالشكل ده تخدم المنطقه دي لاول مره. طب انا هنا بقى يعني دبل تري جاي في الحتتين، في مجرى العيون وفي مثلث ماسبيرو، صح؟ دبل تري في مثلث ماسبيرو مجرى العيون، فندق هيلتون سور مجرى العيون. هيلتون مجرى العيون هيبقى هيلتون والتاني دبل تري باي هيلتون، وهيدار باي هيلتون برضه، هيلتون من مجموعه هيلتون. هايل جدا، وطبعا جدير بالذكر ان دبل تري دي اظنه اول مره يجي مصر، ما كانش عندنا قبل كده اصلا. طيب هنا بقى لفت نظري جدا يا باشمهندس عمرو، وحقيقي يعني اقدر اقول انه حضراتكم في وزاره الاسكان عاملين شغل مش يفرح، يشرح القلب كده، على راي امي لما بتقول لك حاجه تشرح القلب، حاجه تفرح. الحمد لله. والله بتكلم بجد. الحمد لله. انا هقعد افكر كده بصوت عالي، كون انه الناس هي اللي جات لحضراتكم في الوزاره وهم اللي عاوزين يعملوا هذه العقود، ده معناها ان احنا عملنا حاجه حلوه قوي وسوقناها صح. يعني ممكن نعمل الحاجه الحلو وما تتسوقش، لا ده احنا سوقناها صح. مظبوط يا فندم، وهو وده ثمره اللي هو التسويق للمشروعات المصريه الجديده. احنا كنا بنتكلم طول الوقت مع سيادتك ومع كل المنصات الاعلاميه على موضوع تصدير العقار وتسويق الثروه العقاريه الجديده اللي اتعملت في مصر، والطفره العمرانيه اللي حصلت في مصر نتيجه الكلام ده، وان الثروه دي بقت موجوده على ارض الواقع، مش ورق ومش مخططات زي ما كان بيتعمل زمان على احلام، لا النهارده الحاجات دي على ارض الواقع. بنتكلم في مشروعات تم بنائها بالفعل، اماكن تم تطويرها، استفاد منها الاهالي، وزي ما حضرتك دايما بتذيعوا وبتجيبوا لقاءات، وانا بيعجبني قوي بصراحه اللقاءات اللي سيادتك بتعرضها والقناه بتعرضها، انه بنجيب لقاءات مع المستفيدين، مش بنتكلم دايما بنكلم نفسنا، لا المواطن اللي استفاد، اللي خد الوحده السكنيه المفروشه على المفتاح في المكان وغيرت قد ايه في حياته وحياه اولاده، الملاعب، المدارس، الوحدات الصحيه، الخدمات الحكوميه في المنطقه. يعني الدوله قبل ما تنفذ المشروع وتبدا تستثمر المشروع استثمار عالمي دلوقتي، الاول خدمت اهل المنطقه، خدمت الناس اللي كانت موجوده في المكان، سلمتهم وحدات، لبت احتياجاتهم من مرافق وخدمات وخلافه وتعليم ورياضه وخلافه، وبعدين بدات تعمل استثمار بقى. الاستثمار ده العائد بتاعه مهم جدا، عائد اجتماعي اولا، احنا بقى عندنا حاجه لاول مره بتحصل في المكان، عائد اقتصادي بيعود على كل العاملين في المكان وفي المنطقه وفي المحافظه، عائد اجتماعي، وده المهم بقى ان احنا بنتكلم على القيمه السوقيه للمكان، الاماكن المحيطه، شبكه الطرق اللي اتنفذت عشان تسهل الوصول من والى المطارات للفنادق زي كده، اللي هتسهل بعد كده منها الحركه للاثار وحركه السياحه
وخلافه علشان تعمل أنشطة في المحافظة نفسها. فبالتالي هو الموضوع له أبعاد كتير جدا، مش مجرد عمران أو عمارات أو أسمنت وخرسانة، لا يا فندم، هو الموضوع فعلا متطور وحصل فيه طفرة. اللي بيحصل دلوقتي في موضوع تطوير المناطق العشوائية يا أستاذ يوسف، حضرتك شفت بنفسك لأول مرة يحصل في مصر وفي تاريخ مصر. ده حقيقي. من أول الأوبشنز أو يعني الاختيارات اللي تم إتاحتها للمواطن من أول يوم في النقاش معاه، ومرينا بفترات تحديات كتير وتجذيب كتير ان ده مش هيحصل، لحد النهارده نجاح وشراكه مع اكبر السلاسل الفنادق والخدمات الفندقيه العالميه. ولحد النهارده مناطق في وسط القاهره كانت بتعاني تم ازالتها بالكامل، وكانت مصنفه من اكثر الاماكن خطوره على اهاليها. طبعا طبعا. طب ده هيخليني هستاذنك يا باشمهندس عمرو اطول سنه صغيره كده بكام سؤال. تحت امر حضرتك. العفو، الامر لله يا فندم. ده معناه انه مؤسسة إدارة فنادق ضخمة عملاقة عالمية زي هيلتون هم اللي جايين زي غيرهم لما جم، ده معناه أن الناس دي شايفة أنه زي ما يقولوا كده بوتنشل ضخم جدا للرواج السياحي في مصر خلال مواسم قادمة نتيجة الاستقرار، ونتيجة أنه أنا عندي استقرار وعندي دولة عارفة تدير هذا الاستقرار، ودي حاجة مهمة جدا، أي تديره اقتصاديا. إزاي تقدر تستخدم الاستقرار اقتصاديا فأدت إلى رواج سياحي؟ يعني أنا عمليا الناس دي مش جاية تلعب، ولا الناس دي جاية تحط فلوسها على الأرض. مظبوط يا فندم. وده اللي خلى النهاردة احنا بنتكلم شركة سيتي إيدج، وهي طبعا بالنيابة عن هيئة المجتمعات، في كيان تطوير عقاري، مطور عقاري محترم يتبع الدولة وبالنيابة عن هيئة المجتمعات. فلو ما كانش كيان كبير زي مجموعة هيلتون لقت ان الكيان ده ناجح وعنده استثمارات وعنده طريقة إدارة ناجحة، ما كانش هيجي يحط ايده في ايدنا النهاردة وينزل يوقع اتفاقية من هذا النوع لسلسلة فنادق جملة واحدة. من ورا ده ناس كتير بيوتها بتتفتح، اتنين من الأوتيلات الكبيرة المعروفة إلخ، يعني عمالة هتبقى موجودة. حركة اقتصاد وحركة سياحة وحركة توظيف وحركة فرص عمل، لأن السلسلة دي لما بتيجي بتوفر فرص عمل من أهل البلد. طبعا. مش بتجي يعني مش بتستخدم، مش هيجيب أجانب ويجيب أجانب، ممكن يكون في خبرات أجنبية بنستعين بيها في الإدارة وخلاف وارد، لكن الإيد العاملة في الآخر الإيد المصرية. هيبقى في فرصة لتعليم الإيد المصرية إزاي تشغل فنادق من النوع ده، فرصة لدمج الخبرات المصرية مع الخبرات الأجنبية ونتعلم منهم، هيبقى في فرصة لتشغيل الإيد العاملة اللي في مصر الخريجين السياحة والفنادق وخلافه اللي هيستفيدوا من سلسلة من النوع ده. التوظيف ده من نوع هيشهد إنه يطلع جيل جديد بيدير بإدارة بشكل مختلف، بإدارة من نوع عالمي، من نوع من الشكل ده. طب هنبدأ بقى نشمر دراعاتنا ونبني الأوتيلات إمتى؟ احنا فندم شغالين، وفي جزء يعني احنا منطقه سور مجرى العيون في بالفعل نسبه البناء فيه متقدمه، ومنطقه مثلث مسبيرو خلاص يعني احنا في بدايات التنفيذ ان شاء الله. وحضرتك شفت الوتيره بتاعت العمل عندنا عامله ازاي. طبعا احنا الحمد لله ربنا يكرمنا، والتحديات طبعا كتير لكن ربنا بيكرمنا ان شاء الله ونخلص الانجازات دي بسرعه في مثلث مسبيرو. وبالفعل في مجرى العيون في جزء من المباني خلص الحمد لله. الله ينور الله ينور. انا بشكرك يا باشمهندس عمرو جدا، والشكر موصول ايضا لمعالي الوزير الدكتور عاصم الجزار. الف الف شكر ليكم، شغل عظيم بتقوم بيه وزاره الاسكان، بتقوم بيه الحكومه، بتقوم بيه بلدنا. سادة كرام، حاجات زي كده بتوفر فرص عمل مباشرة الناس اللي هتشتغل في الفندقين أو الأوتيلين دول، بس كمان في فرص عمل غير مباشرة، كل البازارات اللي موجودة والمحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم، يعني حدث ولا حرج، كل دول هيشتغلوا وهيرزقوا. الناس اللي بتشتغل على العربيات، سواء عربيات السياحة، أوبر، التاكسي، المواصلات، كل ده بيرزق من ورا شغل زي كده. سؤال، انت فاكر الناس بتيجي هنا ترمي فلوسها وتروح؟ هو لو مش عارف انه جاي كسبان كسبان كسبان، ثلاثة كسبان، أربعة كسبان، ما يجيش. طب وهو يعرف منين؟ الشركات اللي زي دي، بالمناسبة المؤسسة بتاعت هيلتون دي من أكتر مؤسسات الإدارة الفندقية حساسية، يعني لو حسوا إن في حاجة مش في المظبوط يبدأ ياخد بعضه ويرجع، يقول لك بص احنا هننسحب من البلد ده، او هقلل حجم استثماراتي في المكان ده الى اخره. كون ان هم نازلين، وانا بقول لك دول من اكتر مؤسسات الاداره الفندقيه حساسيه، ما بيهزروش خالص. والبراند بتاع دبل تري ده تحديدا براند روعه، زي ما بقول لك ده عمره ما جه مصر قبل كده، عمره عمره
في تاريخنا كله، عمرنا ما جالنا دبل تري. فالناس دي جاية عارفين انه ده بلد آمن مستقر جذاب. يعني ايه؟ يعني الجماعة الأجانب والسواح اللي بينزلوا دول جايين بلد مستقر آمن يحترم السائح، ايا كان السائح ده عربي السائح ده اجنبي، يحترم ويجيد التعامل معاه، لانه الثقافه فعلا اتغيرت خلال كام سنه الاخر دول. الثقافه اتغيرت جدا، الناس عندها ايمان حقيقي باللي بيحصل، وعندها امل حقيقي في ان الدنيا تتغير الى الجيد للاجود منه للاصلح للممتاز وهكذا. وعلشان كده تيجي مؤسسة عالمية زي دي تقول انا هاخد بدل الاوتيل اتنين، والاتنين فين؟ زي ما حتى استخدم التعبير المهندس عمرو، قال ايه؟ قال لك العاصمة الام، انا جاي على هنا فهبقى قريب من كل الحاجات، وهبقى في قلب البلد في قلب القاهرة الساحرة اللي منورة دايما باهلها. مصر دايما منورة باهلها، منورة دايما زي ما بقول بعقولها، العقول اللي تجنن. حد بقيمة وبحجم وبعبقرية وبألم أسامة أنور عكاشة الله يرحمه. احنا كنا لو تفتكروا الشهر اللي فات كنا يعني بنحتفي بذكراه وكنا بنتكلم عنه، وأنا حتى كنت بقول إنه سر محبة الأستاذ أسامة الله يرحمه يا رب لإسكندرية، إنه أنا دايما أظن إنه لا ينبغي لأحد إلا أن يحب الإسكندرية. صح. فحتى بنته لما كنا بنتكلم فقالت لي ده بابا كان بيستخدم تقريبا نفس المصطلح بنفس الطريقة، ما ينفعش حد ما يحبش إسكندرية. طبعا هي خدت إسكندرية، خدت من ذهن ومن عقل الأستاذ أسامة مساحة ضخمة جدا في أعماله. بفرح أكتر لما بلاقي إنه إحنا ك مؤسسات إعلامية، إحنا كشركات إعلامية، يبقى في عندنا هذه الحفاوة في الاحتفال أو في تخليد الاسم. الاسم خالد بأعماله، بس ما تيجي نتكلم على الأستاذ أسامة فتعلن القناة الوثائقية، واحدة من قنوات الشركة المتحدة، عرضها للجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة بإذن الله في شهر يوليو الجاري، اللي هيتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية الأستاذ أسامة أنور عكاشة. اسم خالد الذكر، اسم بنى وجدان أكتر من 300 مليون بني آدم عايشين النهاردة. مسلسلات اللي كتبها الأستاذ أسامة هي مسلسلات بنت أفكار ووجدان وخيالات، بل وبنت قلب لتلتمائة مليون عربي ويزيد على أجيال. أستاذ أسامة وهو يكتب منذ الستينيات وحتى لحظة وفاته الله يرحمه يا رب، ما في حاجة جلت، عنده قدرة مذهلة رائعة بديعة على سبر أغوار النفس الإنسانية والكتابة عنها بمنتهى التفصيل. وكان تحس كده أن الأستاذ أسامة بيحب كل أبطاله حتى الأشرار، لأنه دايما في جانب جيد عند أي إنسان مهما بلغت درجة شره، فهتلاقي دايما ده موجود. يعني مثلا بص كده على ليالي الحلمية ودور عاصم الصالحدار أستاذ يسري مصطفى الله يرحمه رب، فانت تشوف في بدايه عاصم الصالحدار شخص لا يطاق، نموذج للولد ابن طبقه ارستقراطيه منفلت طول الوقت لشخص لطيف وحبوب، هتقول لي عشان شويه اقول لك بصراحه، بس يعني هنا في جزء جيد جوه عاصم الصالحدار بدا يظهر تحت ظروف معينه، منها كان سفره لفرنسا وعودته. هنا بقى شوف الطريقه بتاعه تفكير اسامه انور عكاشه في بناء الشخصيات، من خياله جزء، من واقع شافه
شخوص كتير جمعهم في شخص، وهنا دي رشاقة ومرونة وعبقرية أسامة أنور عكاشة أنه يجمع لك 20 شخصية بصفات مختلفة ويبدأ يحط خياله علشان يبني لك شخصية واحدة من ضمن عشرات الشخصيات في مسلسل واحد يظل باقي حتى هذه اللحظة، فما بالك بعشرات المسلسلات اللي عملها أسامة أنور عكاشة. طبعا مع حفظ اللقب، لما بقول أسامة أنور عكاشة غير مسبوقة بكلمة أستاذ ده مش معناه لا، فأستاذ أسامة الحقيقة حالة مذهلة. وبعدين أستاذ أسامة أنور عكاشة هو قيمة فكرية بالأساس، وقيمة فكرية استثنائيا، لأنه لم يكن مجرد كاتب وسيناريست وروائي، لأنه أصلا روائي بالمناسبة، يكتب فقط أشخاص من الخيال أو حتى في منها حاجات واقعية أو ناس قابلهم في واقع وتجربته الطويلة جدا وتجربته الطويلة المباشرة بشكل حقيقي. أستاذ أسامة كان رجل مشاء، يمشي يتحدث مع الناس، يجلس على المقاهي العادية جدا، يدخل البيوت، يقعد يفهم يسمع، لكن كان عنده طول الوقت فلسفته أفكاره، وبالتالي هو فكريا كان رجلا استثنائيا. عشان كده كل شغله موجود معانا إلى حد الخلود. ده يخليني أبقى قد كل اللي أنا قلته، ده يدفعني دفعا فعلا لشكر القناة الوثائقية على اللي هم بيعملوه في مسألة هذه الحفاوة، هذا الإنتاج، إنه يا جماعة إحنا قناة وثائقية توثق لكل من صنعوا أفكارنا ووجداننا وبنياننا الفكري. شكرا جدا 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 لزملائي ورفاقي وأصدقائي الأعزاء في الوثائقية. طبعا أنا أخص دايما بالذكر الشريف سعيد رفيق الرحلة والمشوار الطويل، برافو يا شريف. وشكرا للمتحدة اللي عملت لنا الوثائقية، شكرا للمتحدة اللي كبرت الشبان الصغيرين وخلتهم يبقوا كمان مسؤولين عن قنوات وعن قطاعات. درينيز منا يعني رئيس القطاع الوثائقي إلى ما وما إلى ذلك، والله ما بهزر وأنا بتكلم بأمانة وربنا سبحانه وتعالى شاهد علي. المتحدة سنت سنة جيدة في إنه شبان يشيلوا المسؤولية ويشتغلوا بإيديهم. إحنا ما كانش على أيامنا في حاجة اسمها إنه ناس في الأربعينات تبقى رؤساء قنوات، مفيش حاجة اسمها كده خالص، لا عام ولا خاص، من 50 وانت طالع، يعني ده لو ما كانش 55 وانت طالع، وده بجد يعني 55 وانت طالع كده بقى ممكن تبقى رئيس قناة، تبقى مش عارف رئيس قطاع، تبقى رئيس شبكة، كلام من ده. دي السنة اللي عملتها المتحدة. فأشكركم جدا على هذا الفيلم الوثائقي إلهام، الجزء الأول في يوليو، وإحنا بإذن الله في انتظار الجزء الثاني. زي ما بنتكلم على الأسماء طول الوقت المهمة والعظيمة، زي ما دايما هنفضل متذكرين من يحب أن يسميها ملكة الأناقة، من يحب أن يسميها بأنها العنصر الجميل الجذاب الرائع في أي عمل بتشارك فيه دراميا أو تلفزيونيا، مدام رجاء الجداوي الله يرحمها. 3 سنين عدت على مدام رجاء الجداوي الله يرحمها، شخصية كانت شديدة اللطف، خفيفة الظل لأبعد الحدود، وأنا كان حظي جيد جداً إذا أنا قابلتها يعني بدل المرة 10 مرات. حتى لما كانت تزعل ما كانتش تزعل حد في كلامها والله، يعني كان في موقف ما وكانت زعلانة جداً جداً وخرجت لها وقتها من مكتبي، مش زعلانه مني انا، خرجت لها من مكتبي علشان اعتذر لها عن خطأ ما جرى ومش عارف ايه وحاجات زي كده، لقيتها وهي متضايقه ومش مبسوطه وزعلانه والمفترض انها غاضبه مبتسمه وهي تلقي كلمات اللوم بمنتهى الرقي والادب واللطف. ودي مدام رجاء الجداوي، انا كان عندي مثلا 30 سنه وقتها، 31 سنه، خبر اسمه رجاء الجداوي وانا وبتتعامل معايا معامله يعني كاني ما. 3 سنين عدوا عليها الله يرحمها يا رب، وتظل دائما موجوده في الذهن وفي العقل وفي القلب
وزي ما كنت بقول لكم، هو مين من اكتر 300 مليون عربي ما بيحبهاش؟ الكل كان يحب مدام رجاء جدا. اقدر اقعد احكي لك على تاريخ مدام رجاء، بس احنا حافظين تاريخ مدام رجاء الجداوي، حافظين ده. لكن المهم عندي دايما كان الجانب الانساني عند البني ادم، قدرته على التاثير. مدام رجاء الجداوي بلبقتها وشياكتها ورقيها وكياستها علمت ناس كتير جدا ازاي تتكلم وازاي تغضب بهدوء. شوف بقى كلمه تغضب بهدوء، تغضب برقي. معانا على التليفون مدام أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. أهلا وسهلا يا فندم. إيه المقدمة الجميلة دي؟ ما تقوليش كده والله، خالص خالص. مش عارفة أشكرك إزاي. لا إزاي إزاي إزاي، ما تقوليش كده، الله يرحمها. ده احنا يعني أنا سعيدة بالكلام اللي سمعته، بجد حسيت إنه من قلبك قوي، فأنا مقدراه جدا. بشكرك وبشكر إن أنتوا أتحتوا الفرصة إني أكون معاكم ونذكرها كلنا مع بعض. ده احنا اللي نشكرك على المداخلة، وأنا عارف إنه كل القنوات في مصر وغير مصر هتلاقيها ماسكة التليفون، كله عمال بيزن علشان يعني نسمع صوتك ونتكلم شوية، فأشكرك إنك اديت لنا الوقت ده. لا إزاي، ده شرف ليا إن أنا معاك على الهواء وجمهورها وكل الناس. ميرسي لذوقك جدا، ربنا يخليك. وانا انا احبها قد عينيا بصراحه، يعني ايه حبيبتي، ربنا يخليك. يعني الموقف اللي انا كنت بحكيه ده، كنا في الراديو عندنا في نجوم اف ام، وكانت زعلانه، حصل لخبطه وسوء تفاهم، كنت انا مدير المكان وخرجتها قلت لها انا هقول لحضرتك حاجه، فضلت تبص لي ومبتسمه قالت لي اتفضل قول. قلت لها اصل كذا 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 كذا، فقالت لي قلت لها ايه؟ قالت لي بلعتها انا كده يعني؟ قلت لها، قالت لي بص هو انت اونطجي بالظبط كده. قلت لها بس انا حاسه ان ماما بتتكلم، هي دي رجاء جدا والله. كان دي اول مره اقابلها فيس تو فيس، فحبيتها جدا. وبعدين كان ليا حظ ان هي لما كانت موجوده معانا زمان في اون تي في، ان انا بقى اشوفها كل اسبوع، فاروح داخل الاستوديو عليها هي واستاذ عمرو اديب، واروح مسلم عليها واقعد اشاكس فيها. اقول لك انا بقى اعترافات، هي بقى كانت بتجيب برنامجك وتقعد تقول لي بحبه لذيذ. يا رب يرحمها، يا رب ويخليكي يا رب. هي بقى كانت بتشوفك على طول، انت شفتها كم مره، هي بقى كانت بتشوفك على طول وبتتابع برنامجك. كان شرف ليا، ربنا يخليك يا طب. والنبي انا نفسي فعلا والله كنت اتكلم على النقطه دي، حتى في غضبها هاديه واموره وراقيه وحاجه عظيمه جدا. لان كانت بتخاف من الكلمات، كانت بتخاف وقت الغضب تطلع كلمات تتحسب عليها، حتى بيننا وبين بعض، يعني مش بس في شغلها او في المجتمع، لا، هي حتى بيننا وبينها كانت بتخاف جدا جدا على الاحاسيس اللي قدامها، الملافظ، مهما كان ايا كان الانسان اللي قدامها، هي دايما مؤدبه، هي لا تتغير. عارفه برضو دايما كان يشغل بالي بصراحه انها عندها، سبحان الله العظيم، هي هبه من عند ربنا. مش كل فنان وممثل ناجح ونجم ينفع يقعد قدام كاميرا برنامج، ومش كل مذيع شطور يعرف يمثل. مدام رجاء كانت كله. بص، كانت مرعوبه من التجربه، ولكن كانت تجربه ناجحه بكل المقاييس، وفضلت ناجحه على مدار 20 سنه. طبعا. فكانت يعني بكل مقاييسها ناجحه، ولكن هي كانت دايما بتقول لك انا كنت ضيفه في كل البيوت المصريه طول عمري بالمسلسلات، فدخولي البيت قريب ليهم. بتقولي التلفزيون اصعب بكثير من الـ من الـ من السينما. السينما انت بتلبسي وتقطعي تذكره وتنزلي تروحي لها، لكن انا بخبط وادخل البيت. فهي كانت واخده على ده، واخده على جمهورها، بلس ان هي في الحقيقه كانت بتحب جمهورها قوي 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 قوي، لدرجه ان وانس ان هي كانت في الشارع هي ملكهم، هي اللي عايز يبصها، اللي عايز يحضنها، اللي الاطفال، اللي عايز اوتوجراف، اللي عايز زمان، اللي عايز بعد كده نصيحه، اللي عايز برايفت يقول لها حاجه، بعد كده في عصر الموبايل اللي عايز يتصور معاها كانت تقول له تعالى انت مكسوف ليه تعالى، هي اللي تندههم، هي اللي تاخدهم. فالبرنامج كان قريب لقلبها لان هي قريبه للجمهور. الله. ولانها برضو الكلمه ما بتخرجش سريعه،
هي دايما بتفكر في الكلام قبل ما يخرج، فالهوى بالنسبة لها ما كانش مرعب في الأول، رهبة الهوى، لكن بعد كده لا، يعني ده فلتر اللسان بتاع رجاء الجداوي الطبيعي. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها، تعيشي وتفتكري وكلنا نفضل فاكرين. أنا نعيش ونفتكر كلنا مع بعض والله. لأن بجد أنا سعيدة النهاردة إن كلكم كده بتحيوا ذكراها، فأنا في قمة سعادتي بصراحة. صدقيني ما نقدرش، لأنه دي حاجة جوانا، يعني جوه كل الناس، كل المصريين، كل العرب، فكلنا بنحبها، وبالتالي كلنا هنفضل فاكرين وكلنا هنفضل ندوشك على التليفون. يا ريت يا ريت، ده بيسعدني. أي كلام على مامي بيسعدني، أي مقالة صغيرة بتتكتب، أي سطر اسمها، بسترجع كل الذكريات كل لحظة. يعني زي ما بقول لهم أنا مش أعيش وافتكر، لا أنا عايشة افتكر. احنا كلنا انا فعلا عايشه افتكرها بس. والله سيره اكتر من جميله واكتر من الحمد رائعة. لله حقيقة. الله يرحمها ويديمها نعمه عليا وعلى آمين. بنتي وعلى كل من لي صله برجاء الجداوي. آمين. يا رب. امين امين امين. متشكره يا يوسف. ده احنا اللي شكرا جدا. ده احنا اللي شكرا، ربنا يخليكي. الف 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 شكر ليكي. كل الشكر ليكي يا اميره، الف شكر، كل الشكر لمدام اميره مختار، ابنه الفنانه، لا مش الراحله، الباقيه معانا دوما رجاء الجداوي. فاصل ونكمل الكلام. اظبطوا ساعتكم، واحدة ونص تمام بيجي ياخدها. يعني وانا قلت لي مبروك ولا حاجة؟ انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ عيني عليكي وعلى بختي. حرام عليكي اللي بتعملوا فيها ده. ده يتيم، ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراس. انا زهيرة اخت الحناوي، وما فيش جواز بقى غير لما كركر يشوف بنتي. انت ايه؟ انا بني ادم. انت حيوان، ما تقوليش يا ماما. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. انت عارف انا من انصار، مش هقول لك الشده ولا بتاع، انا من انصار الحزم. يعني ايه؟ يعني مثلا في العمليه التعليميه انا من انصار الحزم جدا جدا. وبالمناسبه الجماعه الاجانب، عشان برضو في بعض الناس كده بتقعد تفتي، الجماعه الاجانب اكثر حزما مننا بكتير فيما يتعلق بالعمليه التعليميه برمتها زي ما بيتقال، بشكل عام ما بيهزروش. يعني هولندا مثلا لسه حاجة مذهلة. الهولنديين عملوا ايه؟ قالك يا جماعة من هنا ورايح مفيش حاجة اسمها ولا تليفونات محمولة ولا ساعات ذكية ولا يحزنون جوه المدرسة، مفيش كلام من ده خالص نهائي. ليه يا جماعة هولنديين؟ قالك بص، دي حاجات بتشتت الطلبة، ده واحد. اتنين، بتضعف مهارات التعلم، بتقلل مستوى كفاءة الذاكرة. ده كلام الهولنديين بالمناسبة، وبالمناسبة هو كلام علمي 100%. مش حاجة اسمها تليفون وساعة ومش عارف ايه جوه الفصل، مش كلام من ده. وتحديدا بقى بزيادة جدا طبعا الأطفال الصغيرين هناك ما عندهمش الهوس اللي عندنا ده. يعني طلبة الابتدائي عندنا فيش حاجة اسمها معايا سمارت فون وسمارت ووتش، كل دي أشكال برجوازية مش موجودة عند الناس دي أصلا أصلا. يعني لو معاه التليفون بتاع زمان ابو زراير ده يبقى حدث كويس، ده فعلا حدث. انت معاك تليفون يا خبر، وبزراير يا بختك. طبعا احنا القصص عندنا العكس، لا اب حبوب فاكر ان هو كده بيدلع ابنه ولا بنته فيجيب لهم مش عارف التليفون ابو كام وبتاعه، حاجه منظره كده غريبه جدا. المهم يقول لك المال عشان اطمن عليه، طب هات له التليفون ابو زراير ايه عشان اطمن عليه. المهم فقال لك في المدارس المتوسطة زي الإعدادي والثانوي مفيش ولا تليفونات ولا ساعات ذكية ولا دياول، مفيش. الموضوع يصبح منتهيا،
من امتى بقى الكلام ده؟ اقدر اقولك انه الهولنديين خدوا هذا القرار بحيث انه يبقى فاعل ابتداء من 1 يناير 2024، يعني ان هي الا 5 شهور وكل سنة وانت طيب. معنا على التليفون سيادة النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. اهلا 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 يا سيادة النائب. اهلا بيكم يا شبيه، مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. مساء الفل، منورنا ومشرفنا دايما وكما جرت العادة. ايه رأيك؟ بس احييك، انا سمعت المقدمة. الله يخليك. اسمح لحيك ان انت متناول موضوعات، لان احنا المرحلة دي محتاجين وعي كبير جدا مع التطور التكنولوجي الحالي. وانا متفق معك جدا بان التعليم بالذات خاصة، وان التليفونات والتكنولوجيا مسيطرة على الاولاد مش مخليهم يسيبوا يدرسوا. صحيح صحيح، اكتر مما يجب. طب ده هيخليني هسأل، هل من الممكن انه لجنة الاتصالات في مجلس النواب وبالتعاون مع لجنة التعليم يفكروا في تبني مثل هذا القرار وتعميمه داخل المدارس المصرية؟ اقول لك على مفاجأة وهتبقى انفراد. ارجوك. وزارة التربية والتعليم كانت قد صدرت كتاب دوري، وهقول لك بالارقام، الكتاب الدوري ده كان رقم 27 بتاريخ 20 سبتمبر 2022. 27 سبتمبر 22 دوري ماشي. كتاب دوري رقم 27 صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2022. حلو. الكتاب الدوري ده كان فيه نصا ولفظا حظر اصحاب التليفونات المحموله حتى لا يتم استخدامها في التصوير او الاتصال بالانترنت والالعاب الالكترونيه او مشاهده التليفونات وسماع اغاني او الى اخره، اللي هي زي القرار كده بتاع هولندا، اللي هي التليفونات الذكيه اللي هي فيها انترنت، صلب الانترنت وكلام من هذا القبيل. حلو. ويمكن الكتاب الدوري اللي صدر من وزاره التربيه والتعليم كتب مبرراته وقال ان ده بيشغل الطلاب والتلاميذ وعدم الانتباه اثناء اليوم الدراسي. هل بينفذ؟ لا، محدش عرف عنه حاجه خالص. هقول لسيادتك، لما صدر هذا القرار او الكتاب الدوري ده المفروض اتبعت منه او اتوزع على كل المديريات على مستوى الجمهوريه. المسؤوله عن تنفيذه مين؟ مديريات التربيه والتعليم والادارات التعليميه وادارات المدارس المسؤوله عن تنفيذ هذا القرار. حلو. اقسم لسيادتك انه ولا اداره تعليميه ولا اداره مدرسه نفذت هذا الكتاب الدوري. وحان الوقت بقى، وحضرتك يعني تبنيت موضوع مهم، وانا بوصي من خلال منبر حضرتك المحترم ان حان الوقت ان وزاره التربيه والتعليم تفعل الكتاب الدوري اللي صدرته. نتمنى ذلك. طيب هل من الوارد انه مجلس النواب يبدا يتواصل مع معالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني لتفعيل هذا القرار، يعني الوقوف على اسباب عدم التنفيذ ثم الاصرار على التنفيذ بدءا من العام الدراسي القادم اللي هيبدا في سبتمبر 23؟ أنا لما بلغوني إن أنا هدخل مع سيادتك مداخلة دلوقتي حالا، نسقت مع أمانة اللجنة بإرسال خطاب رسمي يوم الأحد القادم للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم، لأن إحنا اللجان المشتركة دايما أنت عارف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التعليم في تعاون مثمر، خاصة وإن بيتم توصيل الفايبر والألياف الضوئية للمدارس. فهناك تنسيق مستمر لتفعيل هذا القرار، وإن شاء الله بإذن الله الأحد أو الاثنين القادم وحضرتك هتعرف ده، هنطلع توصية بتنفيذ أو تفعيل الكتاب الدوري رقم 27 اللي هو صدر بتاريخ 20 سبتمبر حظر اصطحاب التليفونات المحمولة الذكية داخل المدارس، لكن مسموح باصطحاب التليفونات المحمول العادية اللي هي بدون كاميرات اللي هي الزراير دي، وعدم استخدامها اثناء الحصص، ممكن تستخدم بس اثناء الفسحه وعشان لتسهيل التواصل بين الطلبه واولياء الامور. ده طبيعي، ما عنديش فيه دايما اي مشكله، يعني هيبقى من حق الولد او البنت ان هو يتصل باهله اذا في امر ما، من حق الاهل ان هم يتصلوا باولادهم علشان امر ما ايا كان، لكن هو التليفون ابو زراير ده كافي جدا، ما ينفعش في وقت الحصص على الاطلاق. والتوصيات دي ان شاء الله هنصدرها يوم الاحد القادم، والاختيار مع الدكتور رضا حجاز ان شاء الله وزير التربيه والتعليم. يا ريت، وانا اعتقد انه دكتور رضا يعني هيبقى مستعد كل الاستعداد لتفعيل وتطبيق هذه القرار، بالعكس هيبقى سعيد بيها لانه هو اللي اصدر هذا الكتاب الدوري في سبتمبر الماضي. وعاوز اضيف يا يوسف بيه ان النرويج ايضا، دوله النرويج على وجه الخصوص برضو
صدرت قرار وقالت النظام التعليمي عندهم هو التفاعل المباشر، قالوا كده في بيان كده، هو التفاعل المباشر بين الطلبة والمعلم، ممنوع استخدام التليفونات الذكية تماما. صح صح 100%. انا بشكرك جدا 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 يا معالي النائب، وشكرا جدا على يعني الاسراع في مسألة اللي حضرتك ذكرتها، انه بالفعل يتم ارسال خطاب الى معالي وزير التربية والتعليم لتفعيل هذا القرار. بشكرك جدا سيادة النائب، كل الشكر لسيادة النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري. يا جماعة التليفونات دي اكبر ضرر على اولادكم بالمناسبة، وفي البيت مش بس في المدرسة، وفي البيت والله العظيم العيال فعلا مش هزار، ذاكرتهم بقت قدراتها اقل، ما بيعرفش يتذكر الامور. ليه؟ لان هو طول الوقت في عنده حاله الاستسهال، يروح فاتح كده على راي روز. ذاكرتنا احنا بقت بعافيه، طب ده من اللي احنا بنشوفه في حياتنا بعد سنين طويله. لكن ولاد صغيرين عمر 10 12 13 15 20 سنه والذاكره بتاعتهم اي كلام في الاي كلام. ليه؟ لان هو طول الوقت مش محتاج يخزن شيء في ذاكرته، لانه هيروح فتح التليفون ويعمل سيرش ويبص كذا 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 كذا. يا سلام، المهاره بتاعت التعلم تقل، التواصل ما بينهم وبين بعض يقل. يا اخي في المدرسه الولاد لازم يتواصلوا مع المدرس، طب وفي الوقت بتاع الفسحه ده والمش عارف ايه يتواصلوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويحكوا مع بعض ويلعبوا مع بعض ويمارسوا انشطه مع بعض، مش كل واحد فيهم ضارب عينه في التليفون. انا بقول لك الكلام ده و كل الولاد والبنات اللي عرفهم في الجيل بتاع عيالي بما فيهم عيال كده، مأساة، دي مأساة يعني. عيالي وعيال اخواتي حاجة يعني انا بشوفها شيء مؤسف، انه كله ضارب عينه في التليفون عامل كده، تبقى العيلة كلها ودول عاملين كده، يا اما حابسين نفسهم في اوضهم وعاملين كده برضو. يا جماعة ايه جيل الزومبي ده؟ خليني هاخدك على حاجة أنا أشوفها حلوة قوي. المترجمة المصرية رولا عادل طول الوقت بالمناسبة تبهرنا وتفاجئنا. يعني رولا على سبيل المثال لما جت عملت ترجمة لقصص الأطفال بابا ياجا عن الروسية، وهي تترجم عن الروسية مباشرة، كان حدث وخدت عليها جائزة. رولا عادل لما تيجي تقول والله أنا هترجم الأدب المجهول أو الأدب المجهل، يعني اللي هو إيه مش ملقى عليه ضوء، فتبدأ الترجمات بتاعتها عن الروسية مباشرة، بالنسبة بتترجم روسي مباشرة وبترجم طبعا إنجليزي مباشرة، فتلاقي إنه فعلا ألقت ضوء على الكثير من الأدباء والمؤلفين الروس وحققت هذه الترجمات برضو مبيعات رائعة جدا. أنا مش بتكلم عن مبيعات، أنا هنا بتكلم على المبادرة بتاعة مترجم عنده وعي حقيقي بأهمية اللي بيعمله، مش مجرد الترجمة علشان لقمة العيش، لا، الترجمة اللي وراها رسالة. تيجي رولا الحقيقة وتبدأ مشروع، وعلى حسب وصفها فعلا هو تحدي، انها تترجم مسلسل من اروع ومن اجمل المسلسلات طبعا المأخوذة عن قصة الروائي والكاتب العظيم الراحل احسان عبد القدوس، اسف لا ده التانية كانت لن اعيش في جلباب ابي. رولا ترجمت عائلة الحاج متولي، المسلسل الشهير برضه نور الشريف رحمة الله عليه، كنت بحبه قوي 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 يعني. مهم، فرولا تخوض التحدي بترجمة عائلة الحاج متولي. ليه تحدي؟ لأنه على حد كلامها الإفيه المصري والمثل الشعبي المصري هيترجم إزاي علشان يوصل للمشاهد الخواجة اللي هيشوف بالإنجليزي. خلينا ناخد معانا على التليفون المترجمة، أقول لك إيه، مترجمة المتحدية دائما، المترجمة المختلفة دائما، رولا عادل. إزيك يا رولا؟ أهلا، إزيك يا يوسف؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ كله تمام كله تمام، ميرسي على المقدمة الهايلة دي، أشكرك، أتمنى أكون أستحقها. خالص تستحقي قدها 10 مرات كمان. إحكي لي بقى أشكرك. إيه قصة عيلة الحاج متولي وليه اخترتي الحاج متولي تحديدا؟ بص، هو تصحيحا للموضوع، هو مش مشروعي ومش فكرتي، هي منصة أجنبية قررت أنها تعرض الحاج متولي لمشاهد أجنبي. لا طب والله برافو عليكم. دي حقيقة، فإحنا كنا دي كانت مهمة عمل واتعرضت علينا رغم صعوبتها جدا، أنا كنت واحدة من فريق من 6 أشخاص. حلو.
وترجمنا ال 34 حلقة في أقل من شهر. ده مجهود برضو مذهل، 34 حلقة في أقل من شهر. وزي ما أنا كنت بقول في البداية، التحدي بتاعها مثل شعبي مصري، إفيه مصري، حوار دارج مصري، هم هيفهموه إزاي وانت هتترجميه إزاي بالضبط؟ وبعدين بعيدا عن الإفيهات والأمثال الشعبية، الحوار انت لازم أحيانا في بعض الجمل تبدي ان هو ساخر رغم ان هو الكلام بتاعه جدي جدا، والعكس صحيح، هو ممكن يكون بيتكلم بشكل ساخر بشكل جدي جدا بس المنطقه ساخر. الجملة مثلا ببساطة جدا لما تيجي تقول له ازيك، اللغة العربية العامية قد كده يعني مبهرة في ان هي ممكن تجمع جملة بتترجم بالانجليزية لعدد كبير من الكلمات، 4-5 كلمات، لكن هي مجرد ازيك بالعربي. طيب ده كلام كويس. هنا هيخليني هفكر معاكي بصوت عالي، مسألة ترجمة ثقافة، انت هنا مش بتترجمي لغة، انت بتترجمي صحيح. ثقافة صحيح. دي مسألة صعبة، وانا مش عارف برضو مريتوا بيها ازاي، يعني انت وبقية الفريق مريتوا بيها ازاي عشان تقدروا توصل. احنا في حوار سابق لينا انا وانت في الراديو اتكلمنا صحيح. في ده مسألة ان ازاي اعرف اترجم وانقل الثقافة واحساسها وعواطفها ومشاعرها للمتلقي المختلف او المتلقي الاخر. بالضبط كده بالضبط، خصوصا انه بعد ما يعني الخبر انتشر بتاع الترجمة، في ناس قالوا لي طب يعني كنت اختاري حاجة تمثل قيم احسن من كده شوية من الحاج متولي وتعدد الزوجات والكلام ده. فانا قلت لهم ان احنا ما ينفعش نبقى رقباء على الفن او على الابداع، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان المترجم امين بيوصل الكلام زي ما هو، وان العمل الفني مش بالضرورة انه يكون وعظي او مش بالضرورة يكون بيعبر عن حاجات موجودة فعلا في المجتمع، ممكن يكون خيالي تماما، او هو بيعرض ليك شخصية او نموذج، وانت يعني المشاهد مش قاصر زي القارئ، مش قاصر، هو له الحق انه يقول رأيه في اللي بيشوفه ده. وبعدين في حاجة تانية، هو كده كده المسلسل عمره تقريبا اكتر من 30 سنة يعني، فاحنا صحيح. بنتكلم على كده. واقع اجتماعي اصلا مختلف عن الواقع الحالي، يعني دي حقيقة. ما بنقولش انه ده واقعنا المصري، واقعنا المصري ممكن يبقى اكثر اختلافا، اكثر تطورا، اكثر ايجابيه، اكثر تقدميه الى اخره، فده حاجه كده. لا وبعدين اللي بياخد فكره عن ثقافه الشعوب عن طريق مسلسل مثلا، مش عن طريق قراءات وعن طريق مشاهده افلام وثائقيه وعن طريق ابحاث والحاجات دي نظره قاصره جدا يعني. صحيح صحيح. المسلسل بقى هيبدا يتعرض باللغه الانجليزيه من امتى ولا بدا خلاص؟ لا لسه المنصه ما اعلنتش هيبدا، لان الترجمه دي اول مراحل الانتاج، هما بيحصلوا على المسلسل المترجم وبعدين يبداوا يسوقوه، وبعدين بقى هيعلنوا عنه لما يكون جاهز ان شاء الله. يا مسهل، عقبال ما يعرضوا مسلسلات من بتاعه دلوقتي وبالتالي تبقى بتوضح اكتر الواقع المصري الجديد اللي اصبحنا بنعيشه، وبرضه يستعينوا بك يا رولا. انا اشكرك جدا. نتمنى اشكرك جدا جدا يا وشد جداً. واتمنى بقى زي ما نورتينا في الراديو تنورينا هنا ونتكلم شويه على الادب الروسي. اتفقنا جدا. حب حياتي. بنتظرك ان شاء الله. اشكرك جدا يا لا اشكرك جدا يا فندم اشكرك. لا ادب روسي ده ادب مذهل يعني. يعني مش انا مره زمان حكيت لكم البلشفت ازاي بلشفت بالادب الروسي. والله دوستويفسكي. المهم تعالوا بقى نشوف جامعه جراتس في النمسا اعلنت عن ايه. اعلنت الكشف عن جزء من كتاب مصري. هذا الكتاب بيعتبر ويعد هو الأقدم في التاريخ. أنا أظن الموضوع برضو منطقي، ما هو أنت أقدم وأول حضارة في التاريخ وأول دولة وطنية في التاريخ، فطبيعي أنه أدبياتك وأدبك وملاحظاتك وكتبك وأبحاثك تبقى هي الأولى في التاريخ. جامعة جراتس النمساوية قالت انه في جزء صغير من دفتر ملاحظات، خد بالك، تم تجليده في دفتر ملاحظات، حلو قوي دي، تم تجليده في مصر من حوالي 2300 سنه، وبالتالي طبقا لجامعه جراتس النمساويه هذا الكتاب يعد اقدم جزء، او هذا الجزء اللي حضرتك شايفه ده، ايوه، ده يعد أقدم جزء من كتاب تم اكتشافه على الإطلاق. طيب إيه اللي حصل؟
هو تم التنقيب عن ورق بردي ومن الأوراق الأولية في مقبرة الهبة سنة 1902. هنا بقى إيه؟ دي كده الحدوتة، يعني من أكتر من 100 سنة، يجي 119 سنة. الجزء ده من الكتاب وهذه البرديات موجودة في الجامعة هناك جراتس في النمسا. تاريخ القطعة دي تقريبا حوالي 1260 قبل ميلاد سيدنا المسيح. نفهم بقى عن الحدوتة دي من دكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمختص في علم المصريات وطبعا المفتش بوزارة السياحة والأثار. أهلا بيك يا دكتور. يعني اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب وعيدوا علينا بالخير. الحضاره المصريه القديمه دائما ما تبهرنا، ويمكن في هذه القطعه من دفتر الملاحظات زي ما وصفوه جامعه جراتس انه بقاله يجي 260 سنه قبل ميلاد المسيح، انا بظن انه اكيد عندنا ما هو اقدم من ذلك كمان. لكن خليني في دي، ايه الحدوته اللي بدات من 1902 ونتائجها تظهر في 2023؟ هو مبدئيا احنا بنتكلم طبعا عن اقدم حضاره على وجه الارض هي الحضاره المصريه القديمه، ده ما شيء ما فيش فيه اختلاف. صحيح. المكان اللي وجد فيه الفيوم، الفيوم ديت اصلا ديت كانت بالتحديد جزء من محافظه، يعني عاصمه من عواصم مصر قديما، ده اول حاجه اقليم الاقاليم. ثم عصر الدوله الوسطى ده حضرتك كان الفترة اللي كان فيها العاصمة في الليشت واللاهون، يعني فيها أهرامات هوارة وأهرامات الليشت واللاهون وفترة الملك أمن محاتي الثاني في عصر الأسرة الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة بالتحديد. فاحنا بنتكلم عن هذه المنطقة بالتحديد والفيوم ديت طبعا كان فيها كمان أربع عصور، حضارة مصرية قديمة، حضارة يونانية، حضارة رومانية، طبعا حضارة قبطية، يبقى احنا كده بنتكلم في أربع عصور. الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه هو طبعا كتاب طبعا يعني تم وصفه يعني بالضبط يوم يعني 11 مايو 2023، ان الكاتبه نفسها او الشخصيه اللي اكتشفت هذا الكتاب وصفته قالت لك ان هي رات في البدايه خيط ثم يعني طي وسكوب للخيوط المركزيه. كل هذه العلامات كانت تدل على ان هذا كتاب مجلد، ويرجح هذا التاريخ طبعا في الفتره ما بين 400 عام الى 260 قبل الميلاد. يعني بنتكلم مثلا عن زي ما حضرتك القرن الثالث الميلادي، القرن الثاني الميلادي، يعني هذه الخيوط نفسها تعود للقرن الثاني الميلادي. واحنا بنتكلم طبعا هذا الكتاب كان من البردي، وترجع هذه القطعه من الورق نفسه بتشبه حتى الروايه ان هي كانت عباره عن ورقه في دفتر ملاحظات تخص فاتوره ضريبه البيره والزيت باللغه اليونانيه في عصر البطالمه، اي يعني من 305 الى 30 قبل الميلاد. ومع ذلك تم اعاده طبعا استخدام ورق البردي كقشره لتغليف هذه المومياء. واحنا بنتكلم عن هذه المومياء اللي تم اكتشافها عام 1902 ميلاديه، تم تفكيك الغلاف نفسه من قبل بعثه بحثيه بريطانيه، بحسب يعني بحثيه بريطانيه في مقبره هبه جنوب الفيوم، اللي هي طبعا الفيوم وطبعا ديت كانت في جنوب مصر. هذه البعثه طبعا كانت مكرسه طبعا من قبل مدينه جراتس كتعويض، تم اعطاء هذه المدينه 52 قطعه من الورق وتم تسليمها الى الجامعه. طبعا يعني اللي قدرت هذه القطعه بالتحديد تحت الزجاج ل 120 عام تقريبا، دون ان يعني ما فيش حد التفت انتباهه ليها خالص، الى ان تم يعني لفتت نظرها طبعا لوبي اللي هي اللي اكتشفت هذا الامر، لاحظت الخيط والطي. حتى واحنا بنتكلم يعني حتى ان الجامعه نفسها نادرا ما تعقد مؤتمر صحفي للكشف عن كشف علمي بالذات في الموضوع زي ديت، وده طبعا اللي حصل في تقريبا يوم 23 يونيو الماضي، ان هذه الجامعه او جامعه جراتس هي التي قامت بعقد مؤتمر صحفي كبير في القاعه الرئيسيه وبث مباشر طبعا عبر الانترنت للكشف عن تطورات البحث نفسه. حتى واحنا بنحكي عن هذا الامر طبعا ناس كتير ما تعرفش ان طبعا ان مصر اصلا كانت هي اصلا اساس صناعه البردي على مر العصور، وكان في حته اسمها حتى كان ذكرها كده مسلسل الامام الشافعي اللي جه في عرده في رمضان الماضي، حته اسمها تنيس، يعني مش تنيس، تنيس ديت اللي هي موجوده في محافظه الشرقيه، تنيس ديت
موجوده ناحيه بورسعيد بالتحديد في حته من الحتت اللي هي مشهوره جدا، ودي كانت اصلا يعني مشهوره بصناعه البردي. فواحنا بنتكلم عن الفيوم، احنا طبعا عندنا الفيوم فيها طبعا اثار كثيره جدا، منها الحضاره الرومانيه طبعا مستحوذه عليها بنسبه كبيره، وكان طبعا يعني مقر لعباده الاله سوبك اللي هو اله النسر اللي هو التمساح في عهد المصريين القدماء وما بعده. بنتكلم وبنشرح ان كان في الحضاره اليونانيه الرومانيه، لان حتى هذا الكشف يخش يعني يخص عصر البطالمه. فاحنا بنشرح بنقول ان كان في اثار يونانيه رومانيه، منها طبعا معبد كرني، اطلال من معبد كرنيس الشمالي والجنوبي، واطلال مدينه كامله ديت كانت مخصصه لطبعا يعني معاصر العنب، عصر العنب نفسه اللي هي العصارات، وايضا كانت كمان يعني طواحن الحبوب، بالاضافه ان كان في كمان بنتكلم طبعا حاجه اسمها مدينه ماضي، وكان عندنا حتى يعني من الاشياء الهامه جدا معبد قصر قارون، المعبد ده اللي بتتعامد الشمس عليه برضه كل عام، ودي من الحاجات اللي هي اكستند للحضاره المصريه القديمه، وهو تم توريثها لما جامع بعدها من الحضارات اليونانيه، بالتحديد ان هي ظاهره تعامد الشمس على قدس الاقداس في المعابد اليونانيه. عندنا كمان يعني طبعا مدينه طبعا يعني معبد قصر القارون او مدينه قصر القارون دي من المدن الهامه جدا في الحضاره اليونانيه. فاحنا النهارده بنحكي عن مدينه من اشهر المدن، حتى واحنا حتى لو اتكلمنا عليها سياحيا دي المكان الوحيد على مستوى مصر اللي هو ينفع يتعمل فيه السياحه الريفيه نظرا لاهميه هذا المكان بالتحديد. فلذلك واحنا بنتكلم عن موضوع الحاجات القادمه ديت، احنا ممكن بكره نلاقي حاجه جديده جدا يعني ما كناش نعرف عنها حاجه، لان كان في الشهر الماضي او شهر قبل الماضي اللي هو شهر مايو دكتور مصطفى وزير الامين العام اعلن عن اكتشاف اكبر او اقدم مرشدين تحنيط على مستوى العالم، ده في سقاره، وطبعا ده اللي هي جبلة البوستيون. احنا النهارده كمان احنا بنرجع الفيوم، كان في كشف اثري العام الماضي على اعتبار ان في حاجه اسمها برترهات الفيوم، وده من الحاجات التي تميز الفيوم البرترهات الموجوده فيها طبعا. فاحنا بنتكلم عن كميه اثار يعني غزيره جدا في هذه المدينه، حاجات لا تنتهي. كمان عندنا طبعا اللي هي الديناصورات المكتشفه طبعا هناك، عندنا حاجات كثيره جدا في الفيوم، اكبر متحف مفتوح للزواحف يعني طبعا الديناصورات، يمكن ما فيش حاجه هو من المعروف يا دكتور فعلا انه الفيوم واحده من اهم المناطق الغنيه بالاثار وبالحفريات في مصر. خليني الاول اشكرك دكتور احمد عامر الخبير الاثري والمختص في علم المصريات والمفتش بوزاره السياحه والاثار. الفيوم دي نموذج مثالي انها تبقى مقصد سياحي عالمي كثيف. هتقولي هي مقصد سياحي للاجانب، اقول لك صح، بس ده احنا نقدر نخلي الفيوم دي في حته تانية خالص. وطالما احنا بنقول الفيوم، والله انا ممكن هنا بقى اشجع صديقي شريف سعيد على انه ما تيجي نعمل فيلم وثائقي يا شريف عن ملك حفني ناصف باحثه الباديه، لأن كلمة البادية هنا مرتبطة ببادية الفيوم، لأنها كانت تبحث في الفيوم، كانت عايشة هناك بعد جوازها يعني. حلو فيلم عن ملك حفني ناصف ده، يا سلام. لا ده ملك حفني ناصف حدوتة، أحكي لكم عليها بقى يوم السبت. ليه يوم السبت؟ عشان دلوقتي احنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات واللي بتتوسع ب 15 محافظة. معانا داخل الاستوديو الأستاذ تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، استنونا لو سمحتوا. والله يا جماعة شوف، عارف انت لما يجي يقولك يا محاسن الصدف، انا حظي حلو بصراحة، ده بتكلم بأمانة بقى. انا لسه خارج من باب الاستوديو راح اسلم على ضيفنا العزيز الاستاذ تامر عبد الظاهر، فلقيته بيقول لي ازيك يا جو، قلت له اهلا وسهلا، ازاي حضرتك، عامل نفسي كده كتكوت وكيوت وبتاع، قال لي لا ده انا اعرفك من زمان من ايام شارع احمد، قلت له يا نهار ابيض، الا ليت الزمان يعود يوما. فخليني اجدد الترحيب وبشده بالجار والصديق القديم الاستاذ تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادره الرئاسيه لاحلال المركبات. نورت. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد كله لله. كله تمام؟ كله تمام. تعالى ناخد الحدوته بتاعت احلال المركبات زي ما نقول كده من طقطق لسلام عليكم، او من اول توتا توتا مش لا من اول كان يا مكان. اوكي تمام. مبادره احلال السيارات هي مبادره رئاسيه. حلو.
تم اطلاق المبادره بتوجيهات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021 بهدف احلال السيارات التي مر على صنعها 20 عام فاكثر بسيارات جديده صديقه للبيئه تعمل بالغاز الطبيعي. جميل. فمن هنا ابتدت المبادره. حلو جدا. لينا اهداف في المبادره. اه. هدف بيئي. ده واحد. هدف اقتصادي. هدف مالي. هدف صحي. هدف اجتماعي. كل دي اهداف تندرج تحت المبادره. طب ما تيجي ناخد اللي ورا كل هدف. طيب. الهدف البيئي بالنسبه لي مفهوم. الهدف البيئي طبعا التلوث. ان احنا بنقلل الانبعاثات الكربونيه، التلوث الجو، تمام؟ كل ده بيأثر معانا في الدعم اللي بنعمله للصحه. تمام؟ احنا لما يبقى في انبعاثات كربونيه والهواء بتاعنا ملوث، الصحه بتتأثر. طبعا. فالدعم بيزيد ان احنا بنصرفه على الصحه، فلما بنقلل ده من الاول بيأثر معانا ايجابي في حته تانيه. مظبوط. هدف اجتماعي. انا هنا بخلق فرص عمل للشباب ان هو يقدر يجيب عربيه جديده يشتغل عليها تجيب له دخل. مظبوط. هدف سياحي. احنا دلوقتي طبعا سياحي وحضاري في نفس الوقت، لما الشارع بتاعنا يخلو تماما من العربيات القديمه والعربيات اللي بتعطل وتعمل تكدس مروري والمظهر الحضاري بتاع الشارع نفسه بالعربيات الجديده اللي فيه، ده برضو حاجه مهمه. كل دي يعني اهداف تهدف ليها المبادره بتاعتنا، المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات. طيب ممكن يجي في بال بعضنا انه المبادره هل الزخم بتاعها زي ما بدات مستمر وبتاخد مومنتم ومكمله لحد دلوقتي ولا هديت؟ طيب خلينا نتفق على حاجه. احنا طبعا دلوقتي بنمر بتحديات وازمات عالميه وفي مجال صناعه السيارات. صح. تمام؟ سواء في الخارج او في مصر عندنا. مبادره احلال السيارات في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي احنا سلمنا بالظبط 27172 عربيه لحد دلوقتي منذ انطلاق المبادره من مارس للوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي من مارس 21 لحد 7/23 اتحملت الخزانه العامه للدوله قيمه 670 مليون جنيه حافز اخضر اتدفع كمقدم للسيارات الجديده لشركات السيارات اللي تم تسليمها للمواطنين. جميل. يعني الدولة شالت عن المواطن المبلغ دوت 670 مليون جنيه. حلو. حافز قطر. جميل. في سبيل ان المواطن يقدر يحصل على عربيه جديده زيرو تكلفه تشغيلها اقل غير ملوثه للبيئه يقدر بالزبط. يستخدمها في انه يحسن دخله او يخلق لنفسه دخل جديد. بالظبط. او يستخدمها كعربيه ركوب او عربيه خاصه بيه هو. بالظبط. طيب العربيات او هذه المركبات هل هي مركبات ملاكي واجره اللي هي تاكسي يعني زي ما بيتقال ولا اي شكل من اشكال المركبات الميكانيكيه اللي كانت بتدور زمان بالبنزين او السولار الى اخره؟ هي عربيات ملاكي وعربيات اجره بنوعيها التاكسي والميكروباص. حلو. يعني الميكروباص داخل فيها. الميكروباص داخل معانا. عظيم. وسلمنا اكتر من 27000 عربيه 27172 سياره الى الدقيقه اللي انا بكلم حضرتك فيها. عظيم. هستاذنك هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على احنا بدانا في كام محافظه وصلنا لحد فين واحنا مستهدفين ايه، يعني انا عايز تمام. اخر مرحله هوصل لفين بالظبط، والشروط اهم حاجه. الشروط. حاضر. فاصل ونكمل الكلام. طيب خلونا نجدد ترحيب مره ثانيه بضيفنا العزيز استاذ تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادره الرئاسيه لاحلال المركبات. احنا بدانا المبادره فين ورايحين بيها على فين؟ طيب احنا بدانا المبادره في 9 محافظات ومدينه.
تسع محافظات الأولانيين بتوعنا القاهرة، الجيزة، القليوبية، اسكندرية، البحر الأحمر، السويس، بورسعيد، الأقصر وأسوان ومدينة، ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مدينة شرم الشيخ. حلو جدا. تمام ماشي. ضمينا بعد كده في بداية 2023 خمس محافظات تانيين، سوهاج، البحيرة، الشرقية، بني سويف، ومحافظة الإسماعيلية. عظيم. بمناسبة محافظة الإسماعيلية، النهاردة فريق العمل التابع لمبادرة إحلال السيارات انتهى من تنفيذ ورش العمل في المحافظة هناك للسادة القائمين على المبادرة في المحافظة، وده خبر حصري لحضرتك ان من اول اسبوع اللي هيبدا ان شاء الله هيقدر المواطنين في مدينه الاسماعيليه بتسليم السيارات بتاعتهم في ساحه التخريج الخاصه بالمحافظه في محافظه الاسماعيليه، والمحافظه خلاص يعني النهارده تعتبر على الاطار بتاع المبادره بنسبه 100%. حلو جدا قوي خالص. طيب انا عايز اوصل بالمبادره بالتاكيد لل 27 محافظه. بالتاكيد. انا عندي حصر بالتاكيد عن طريق الـ 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 وحدات المرور ووزاره الداخليه بعدد العربيات اللي في مصر اللي تنفع تخش المبادره اللي هي عمرها 20 سنه دي. تمام. كام؟ ده هيندرج تحت الشروط بتاعه المبادره. حلو. الشروط بتاعت المبادرة بتقول معانا ان احنا عشان العربية تقدر تدخل مبادرة احلال السيارات لازم يبقى العربية عدى عليها 20 سنة، الرخصة باسم المالك بقالها سنتين في المرور. ايوه، علشان انا ماجيش اشتري عربية. لا، ما يبقاش معاك عقد مسجل واصل مش عارف ايه او توكيل. حتى لو العقد المسجل او التوكيل بقاله سنتين، انا هنا اللي بيحكمني الرخصة في المرور بقالها كام سنة؟ سنتين باسمي، باسم المالك بتاعها. حلو. طبعا لازم يبقى مصري الجنسية. حلو. لازم يبقى يتم القبول البنكي بتاعه. استعلام المصرفي. طبعا. اوكي. من اما توافق الشروط ديت يقدر ينضم معنا في المبادرة. حلو. المبادرة هتستمر حتى تشمل ال 27 محافظة. احنا بنأمل ان كل حد عنده عربية تندرج تحت الشروط بتاعت المبادرة ان هو يقدر يستفاد من مبادرة احلال السيارات، لان هي المبادرة فيها مميزات. حاطين الموقع بتاعكوا اهو وطريقة التقديم وكل حاجة. بالظبط. الموقع جو جرين مصر. جو جرين مصر بالعربي او بالانجليزي. اكتب وخش وسجل. احنا بنستهدف ان اي مواطن تنطبق عليه الشروط اللي عشان يشترك في المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات ان هو يستفاد من المبادره، لان مبادره احلال السيارات فيها مميزات عديده يقدر المواطن يتمتع بيها. وهي اول حاجه ان يقدر المواطن يشترك في المبادره عن طريق الكاش او عن طريق التقسيط. اوكي. طيب خلينا عن طريق الكاش، دي حاجه سهله. هتقول لي هيستفاد ايه عن الكاش؟ هقول لك ممكن هياخد العربيه بتاعته من داخل المبادره بخصم عن السعر بتاع الوكيل، خصم كمان صغير. ماشي. تمام. يبقى ماشي. هو كده خد سعر العربيه بسعرها باقل من سعر الوكيل بنسبه صغيره. يعني لو راح سال عند الوكيل لوحده على سعر العربيه دي مثلا 100، لا ده انت لو جيت عندي في المبادره وبدلت هقدر ادي لك خصم معقول. بالظبط. طيب عن طريق القسط، وهو ده الاهم عندنا. مبادره احلال السيارات بتتيح للمواطن ان هو يقسط العربيه بتاعته على 7 سنين او 10 سنين. ماشي. بفايده ثابته 3%. 3%. دي فايده تنافسيه. اصل مفيش حاجه اسمها تقسيط عربيات ب 3% دلوقتي. مفيش فايده في اي بنك بره المبادره هتقسط بسعر الفايده دوت. عشان كده بقول لحضرتك ان في مزايا بتحققها المبادره. ممكن اي مواطن يعني تعالى نعملها اكنها لعبه. ماشي. انت عندك عربيه عدى عليها 20 سنة. موديل 2002. وانت شايف ان هي منطبق عليها شروط بتاعت المبادرة. طيب العب لعبة كده صغيرة وانت قاعد في البيت مش تعمل حاجة. اي حد
مننا عنده معرض سيارات قريب من بيته. الموقع بتاع المبادرة فيه أنواع العربيات المتاحة. حدد العربية اللي موجودة على الموقع المبادرة اللي انت محتاجها، وشوف لو انت هتدخل عربيتك هتعمل لها إحلال داخل المبادرة، الأسعار هتبقى ايه، القسط بتاعك هيبقى ايه، مدة التقسيط هتبقى ايه، وشوف في نفس الوقت لو انت بعت نفس العربية في السوق المحلي وجيت تشتري نفس العربية اللي موجودة معايا جوه المبادرة هتشتريها هي هي من بره، شوف الفرق. هلاقي الفرق في صالح المبادرة أكيد، سواء إذا كان في سعر بيع عربيتي هلاقي عند المبادرة سعر أحسن. طيب، هي المبادرة مش بتشتري عربيتك القديمة، بتبدل وبتعمل مقص. المبادرة وبتدي لك حاجة اسمها حافز أخضر. حافز أخضر ده الدولة وزارة المالية بتدفعه كمقدم للعربية الجديدة لشركات السيارات. جميل. الحافز الأخضر ده عبارة عن 22 ألف جنيه للعربية الملاكي، 45 ألف جنيه للعربية الأجرة التاكسي، 65 ألف جنيه للعربية الأجرة الميكروباص. كويس. هو ده اللي بيدفع كمقدم للعربية الجديدة. حلو. لما المواطن يحسب دوت ويحسب لو هو باع العربية بره هيلاقي لا، ان هو جوه المبادرة احسن له. احسن له. احنا هنا بنقيس نفس العربية اللي هو جوه المبادرة والعربية اللي بره. جميل جدا. طيب، ايه تاني من الشروط؟ يعني وده ودو حاجة محتاجة افهمها، هي 20 سنة من تاريخ اطلاق المبادرة يعني 21، ولا 20 سنة من ساعة ما بسلم العربية بتاعتي؟ 20 سنة من ان انا بسجل النهاردة. فانا لو سجلت في يوم 5 يوليو والاحنا بقينا 6 يوليو نرجع 20 سنة لورا، نرجع 20، نرجع 20 يبقى سنة. لحد 2003 بالظبط. احنا شغالين دلوقتي فعلا الحد الاقصى بتاعنا عربيات سنة 2003. طب ده كويس جدا. بقدر اختار من كم ماركة؟ مش مهم اسامي الماركات طبعا، بس من كم مبادرة احلال السيارات متوفرة فيها دلوقتي 5 شركات عربيات. 5 شركات؟ الخمس شركات بتنتج تحت المظلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية لاحلال السيارات، بتنتج سيارات محلية الصنع تعمل بالغاز الطبيعي صديقة للبيئة. حلو. عندنا شركتين في المرحلة في الوقت الأخير قدروا يحققوا طلبات، 1200 طلب اتسجل قدروا يلبوهم، اللي هم كانوا استوفوا الشروط البنكية واجتازوها. فالحمد لله، يعني برضو رغم الصعوبات اللي بيواجهها صناعة السيارات في المرحلة الأخيرة، إلا أن المبادرة برضو قادرة أن هي تكمل. طيب، الهواجس بتاعت لا يا عم بلاش أخد عربية غاز طبيعي، أصل الأنبوبة ولا الاسطوانة اللي محطوطة دي بتنفجر مع الحر، دي بقى إيه الأساطير اللي هي بيسموه كده أربن ليجند. طيب، هو داخل المبادرة مفيش مواطن بيستلم العربية بتاعته إلا إذا كانت راكب فيها اسطوانة الغاز وأجري عليها كل التجارب قبل ما المواطن يستلمها، لأن دي طبعا حاجة تخص سلامة المواطن. طبعا. وطبعا اسطوانات الغاز هنا مؤمنة بنسبة 100%، يعني طبعا تم اختبارها. أنت بتسيب العربية ديت معمولة تحت السلم في الشمس، بنتكلم على كل حاجة. لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. يعني احنا الحمد لله من منذ انطلاق المبادرة في مارس 2021 لحد النهارده ما فيش ولا شكوى جت تخص اسطوانات الغاز. يعني قال لك يا استاذ تامر الموتور بيسلخ، اي كلام بقى يعني، بس دي كلام اتقال، ده مش هزار. ناس بتقعد تخش تروح مغرقه لنا السوشيال ميديا، ما هو في ناس كتير عايزه تضرب المبادره ده مما لا شك. طيب، فيه احنا عارفين ان اي عربيه ليها وكيل. طبعا. تمام، عندنا وزاره التجاره والصناعه رقيب على الموضوع دوت. اي مواطن يحصل معاه اي مشكله في العربيه بتاعته بيتوجه للوكيل بتاعه، والله لقى في اي صعوبات واجهته هيتوجه لوزاره التجاره والصناعه، هيعمل شكوته هناك اللي بدورها هتجيب للمواطن حق. طيب، ده كلام برضو سليم 100%، وانا متاكد تقنيا 100% ما فيش حاجه اسمها السلندرات بتسلخ بسبب الغاز، مش حاجه اسمها كده ده مبدئيا يعني. طيب، هيجي على بالي سؤال، هل بتفكروا ان المبادره دي في ظل ان انا بلد عندها فوائد كبيره من طاقه الكهرباء تحديدا، ان انا ابدا اشتغل على الاحلال بعربيات كهرباء بقى؟ هو بالفعل بيجرى حاليا التنسيق مع الشركات المصريه
اللي بتعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية. هايل. عشان نحاول نضم السيارات اللي بتعمل بالكهرباء للمبادرة. جميل. التنسيقات دي دلوقتي القائمين عليها، وإن شاء الله في يعني في القريب هنبتدي نوصل لاتفاقيات مع الشركات إن إحنا نقدر برضو نشوف إيه الشروط والاشتراطات اللي هتحصل في العربيات عشان نقدر ناخدها معانا في المبادرة، لكن ده حاجة تحت النظر وشغالين فيها يعني. لو كده بقى الواحد من دلوقتي يشتري عربية بقى لها 20 سنة خزنها. أيوة كده اشتري ورخصها ونرخصها واستنى، حتى لو مستعد استنى السنتين طالما هستلم عربية كهرباء مفيش مشكلة خالص. أنا من الناس المتحمسين للعربيات الكهرباء دايما. أنا عايز أشكرك جدا، نورتني وشرفتني ده أولا، وثانيا وهو أمر مهم جدا إنه أنا ببقى سعيد جدا لما أقابل أصدقاء وجيران من بتوع سعيد سعادة غير طبيعية، وبعدين لما بوصل للسن ده ببقى سعيد قوي بإن أنا أخد بعضي على نوستالجيا قديمة. نورت وشرفت يا تامر، ألف ألف شكر ليك. شكرا. أنا أشجعكم بمنتهى ضميري، بشكل منتهى ضمير الحي اليقظ بشكل كامل، روح قدم العربية بتاعتك في هذه المبادرة طالما انت جوه المحافظات اللي مشمولة في هذه المبادرة. تكلفة التشغيل أرخص، الدولة شايلة عنك 22 ألف باكو أستك 1000 جنيه، حضرتك هتجيب عربية جديدة عايز تستخدمها ملاكي ليك ولعيلتك أحلى وأجمل وأفضل بلا وجع قلب ووجع دماغ ولف على الناس عشان نصلح، طالما بتعطلها مرة على الأقل في الأسبوع. طب هشغلها، يبقى أنت هتشغل العربية بتكلفة تشغيل أقل وتكسب قرشين كويسين أنت أولى بيهم. العربية القديمة مش هقولك يا سيدي الملوثات، أنا مش هقولك كده، لنفسك يعني أنت بتدفع مصاريف تشغيل قد كده في عربية قديمة. على كل شكر مرة تانية الأستاذ تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات. خلصت الحلقة لحد كده، كريم رمزي يكون موجود معاكم حالا. كريم امبارح شكر جمهور الزمالك، عاش يا كيمو، برافو هايل. أما احنا بقى لو كلنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.